بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. تشوفون هذا الماطور نص حصان يشتغل طبيعي 100%. أي واحد تعبر عليه يعني يقدر يقول هذا كلش ما في الماطور يشتغل. الأمبير ما تلاحظوا 8/10 تقريبا أو 6/10، 6/10 نص أمبير. إذن هذا الماطور ما بيشي، مو صحيح يشتغل 100%، لكنه انتبه على الحالة مالته. وهسه راح نفتحه وياكم ونشوف شنو بالضبط الحالة مالته. الحالة مالته إذا درناه على السيريس، ليش احنا نقول دائما فحص السيريس تتأكد من عنده 100%. لاحظ السيريس مالته، بتلاحظون ويا جسم فول، كهرباء مالته فول. فهاي الحالة أخطر ما يمكن بالماطورات. إذا مصلح جديد ما يعرف الشغلة يتوهم ويدوخ بيها. راح نفتح وياكم ونشوف شنو السبب اللي صاير هذا الشيء. تابعونا بالفيديو. أول عملية إذا أريد نسويها، نفتح التوصيل الأرضي. إذا تشوفون هاي الكليبسة انفتحتها، اعذروني شوية إذا أصور بإيد وحدة. هذا الكليبسة هاي فتحتها من الأرضي، هاي العلامة الأرضي اللي موجودة على الكليبسة. ليش أنا سويت هاي العملية؟ أول عملية هاي سويتها، لاحظ الضرب اللي صاير هنا بالبلك، هذا كلش خطر، موصل ويا الأرضي، هاي لها علاقة بالأرضي. هسه ايش راح أسواني؟ راح أشغل، أفحص أول مرة الجسم، أفحص الجسم، لازم يروح الجسم عندي. هسه أفحص الجسم، طرف الجسم ويا هذا، لاحظ هسه ماكو. اذا خلينا هسه مشتعل الدقلاب لان انا مشردها، ويا هذا اكو كهرباء، ويا جسم ماكو كهرباء، ويا جسم ماكو كهرباء، راحت النت لماته. زين اجي اشغل هسه الامبير مالته، نص امبير، ماكو اي مشكله. نجي نلزم، اي مشكله ماكو. اذا هذا هاي هذا البلك مسوي المشكله وموصلها ويا الجسم، لاحظ. فاذا هذا الماطور ما محروق. التشخيص الاولي احنا اعتقدنا محروق، لكنه ابتعينا ان نفسخه ونشوف شنو العله. يعني فهسه الماطور سليم 100% وانتهت المشكله. كل ما في الامر انه لازم يتبدل هذا الواير مالته الرئيسي وتنتهي المشكله. هاي المشكله احتمال تمر عليكم نادره الى درجه. تحياتنا لكم وشكرا لكم.